بلش ريكوردينج. دكتور بلش. تمام. هلا احنا في كل محاضرة دائما نحط لي تريتمنت الجوريزم لما نحكي عن الهايبرتنشن بيان زي هيك، اوكي؟ تمام دكتور. طيب هلا نيجي، احنا في اخر مره كنا نحكي عن موضوع انه هاو تو مانج لما يكون في هايبرتنشن لحاله بدون كوموربيد ديزيز، ويتش ميديكيشنز يو سيلكت، رايت؟ حكينا اذا كان ناني بلاك بيشنت في عندنا التشويسز از فيرست لاين ثيرابي، في عندنا الكالسيوم شانل بلوكر والثيازايد ديوريتك والكالسيوم شانل بلوكر ACE inhibitors or ARB. أي واحد من هذا من هذول المديكيشن could be used as first line agent للي عنده بس hypertension. In case إنه ما كان في response ممكن طبعاً نزيد الدوز أو ممكن نضيف أي مديكيشن ثاني. هلأ it's not recommended إنه إذا كنا مبلشين بالACE inhibitor إنه نضيف عليه الARB، أو إذا كنا مبلشين بالARB نضيف عليه وات الأس إنهيبيتر. هلا يوجوالي منبلش بثيازايد ديوريتك أو كالسيوم شانل بلوكر أو أس أو ARB. لنفرض بلشنا بثيازايد بناء على الجايد لاينز طبعا. طيب يلا احكوا لي وين راح يكون في بيشنت بس عنده هايبرتنشن وبحاجة لسنجل أنتي هايبرتنسيف ايجنت، وين هذا البيشنت حيكون؟ بالستيج 1 عنده كوموربيد. ستيج 1 وعنده كوموربيد، بحكي لك عنده هايبرتنشن او اي اس بي دي. لا ما انا ما بزبط، او انا بحكي عنده بس هايبرتنشن حكيت. فبالتالي بيكون زي ما حكيت انت بستيج 1 بس ايش بيكون؟ هاي هاي ريسك للأثيروسكليروتيك كاردوفاسكولار ديزيز. هاي الحالة الوحيدة للي عنده بس هايبرتنشن بدون كوموربيد ديزيز، وبدك تبلش معه بسنجل أورال أنتي هايبرتنسيف ايجنت، مزبوط؟ طبعا للناني بلاك، بي كيرفول لمين؟ للناني بلاك، ماشي؟ طيب لنفرض انك بدك تبلش بتو ميديكيشنز، وهذا الحال بيكون بمين؟ ستيج 2 للي عنده بس هايبرتنشن. بدك تبلش معه بتو ميديكيشنز، بتعطي ثيازايد مع كالسيوم شانل بلوكرز، بتعطي ثيازايد مع ايس انهيبيترز، بتعطي كالسيوم شانل بلوكرز مع اي ار بي، اوكي؟ بس ما بتعطي ايس مع الاي ار بي، تمام؟ هلا هذا نفسه البيشنت اللي كنا نحكي عنه قبل شوي بستيج 1 كان التنير عنده اي اس سي في دي 10% اور مور. هلا اللي قبل شوي اعطيناه سنجل، اذا رجع لنا ما في ريسبونس، وات يو مين باي انه ما في ريسبونس؟ البلد بريشر هاي ذن 130 اوفر 80. في حدا عنده انسر ثانيه؟ ستيج 1 هايبرتنشن ما عنده كوموربيد بس سوري دكتور 140 10 ريسك 10% اور مور. فقررنا شو نعطي مين معي هلا اللي جاوب؟ انا يزيد. يزيد، فقررنا يزيد بناء على الجايد لاينز انه بستيج 1 وعنده بس هايبرتنشن و 10 يير اي اس سي في دي 10% اور مور، قررنا نعطي وات One oral drug. تمام. شو تارجتك؟ حكيت أقل من 130 على 80. هسا تراجعت بتقول لي أقل من كم؟ لا صح، less one than less than 130 over 80. Less than 130 over 80. تمام.
طيب في حدا عنده جواب ثاني؟ طيب لما يكون البيشنت بستيج 2 وعنده بس هايبرتنشن التارجت this one 40 شو تارجتنا بعلاجه؟ أقل من 140 على 90 less than 140 over 90 طيب هلأ سؤال Do you think the patient اللي في stage 1 وعنده high risk للأثيروسكليروتيك cardiovascular disease الكيس تبعته more serious من اللي في stage 2 could be صح؟ ممكن ممكن دكتور could be لأنه أنت في stage 2 بتحكي عن variable واحد هو the blood pressure بينما لما بتحكي عن high risk للأثيروسكليروتيك cardiovascular disease انت بتحكي عن غير الهايبرتنشن متذكرين الفاكتورز ممكن يكون في ديابيتس ممكن يكون في high total cholesterol low HDL غير زيادة السيستوليك blood pressure ممكن يكون smoker ممكن يكون في family history مزبوط ممكن يكون elderly في عدة فاكتورز بتلعب دور بالموضوع وبالتالي يتار تارجت إز ليس دان 130 أوفر 90 هذا بستيج 2 يعني ستيج 1 أوفر 8 لما يكون هاي ريسك للأثيروسكليروتيك كارديو فاسكولار ديزيز تمام دكتور تفضلي أنا ما فهمت كيف إنه ال إنه stage 1 مع 10% إنه ممكن يكون serious أكتر من stage 2 يعني مش المفروض إنه أصلاً stage 2 هو من الأساس حيكون أصلاً بهذا الريسك أصلاً هلا حكيت أنا ليش لأنه اللي بستيج 2 ما عنده أنت يعني أنت مش حاس بالأجزدك الأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز على اساس انه احنا ما حسبنا الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز انا على اساس انه نحن ما حسبناه لانه اوريدي هو تحت هذا الرسم هيك فكرت ما بعرف اذا فكرت صح او غلط لا مزبوط اي وود اجري بصراحه يعني انت دقيقه والله وي دونت كونسيدر 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز كونه سيستوليك 140 اور مور وديستوليك 90 اور مور هلا ممكن لانه اوريدي ممكن يكون عنده الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اعلى من 10 بدون ما نحسبه بالضبط so we would expect معناته البيشنت اللي عنده بس هايبرتنشن هلا حسب الجايد لاينز طالما عنده هاي ريسك للاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز التارجت ليس ذان 130 اوفر 80 هلا انا بحكي لك حسب المكتوب بالجايد لاين انه لا ليس ذان 130 over 80 هلا بالنسبه للبيشنت اللي بستيج 2 as long as you consider two medications وعنده بس هايبرتنشن اوكي هلا they would speculate انه ما يكون عنده هاي ريسك للاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز يعني انه البيشنت رح يكون عنده هايبرتنشن وستيج 2 في هاي الحاله التارجت ليس ذان 140 over 90 يعني الجايدلاين ما بيحكي لك 140 over 90 للهايبرتنشن ستيج 1 وعنده هاي ريسك اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز باي ذا واي لا هو بيحكي 130 over 80 هلا اللي طيب. بستيج 2 البيشنت اللي بستيج 2 هلا وات اي وود سي انه البيشنت اللي بستيج 2 تارجتك ليس ذان 140 over 90 as long as انه انت مش شايفه انه في اذر ريسك فاكتورز عند البيشنت معناته to be يعني yeah. to be specific as long يعني as دكتور. ما عنده لا ما بنحسب التنير ما حكى لنا احسب التنير as long as ما عنده يعني risk factors واضح عند البيشنت بيقول لك less than 140 over 90 لكن بوجود هاي الريسك فاكتورز I would expect انه يكون التارجت less than 130 over 80 طالما انه بستيج 1 والتنير ريسك للاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز كان more than 10% can target less than 130 over 80 by default
حيكون اللي بستيج 2 مع وجود المالتيبل ريسك فاكتورز ليس ذان 130 اوفر 80. اوكي هلا دكتور انا بحكي لك شو البوينت. هلا انا بحكي لك شو البوينت كمان. هلا لما يكون بستيج 2 وعنده بس هايبر تنشن، ها شوفي معي، وما عنده كاردوفاسكولار ديزيز. هلا هو لو عنده كاردوفاسكولار ديزيز حكى لك واضح ليس ذان 130 اوفر 80 صح؟ صح. هلا الفكرة إنه أنت لما بتعطي two medications للي عنده بس hypertension، ال potential إنك أنت you don't achieve the target اللي هو أو you don't achieve blood pressure value أقل من 130/80 is very low. يعني أنت most probably or most likely you will get the target of less than 130/80 لأنه عنده بس hypertension وأنت معطيه two medications. اوكي تمام. بس هو بحكي انه in case انت you did not achieve the target، يعني اذا نزل سوري عن 140 over 90 ما في داعي انك تزيد الدوز او تضيفي medications. in other words it's a matter of time، يعني حتشوفي انه في next visit حينزل طالما انه ماشي على two medications وعنده بس hypertension. فالفكرة في موضوع إنه أنا كم دواء أعطي للمريض، يعني أنا ما بدي أزيد أدوية على البيشنت، ما بدي أنا أروح لثري ميدي، لأنه في شوفي إذا وصلت ثري ميديكيشنز باي ذا واي واحد منهم كان ديوريتك يوجوالي واستخدمت الماكسيمم إفكتيف دوز للثري للثلاث مع بعض منهم ديوريتك، هذا خلص صار في عندك ريزيستنت هايبرتنشن ودخلنا متاهة جديدة. ما بدنا نوصل لها طب أنا بلكن أنا عملت كنترول على two medications، ليش أعطي ليش أعطي three medications؟ صح. فما إجا حكالي بستيج 2 احسب التنير أثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، وإذا أقل من 10 أعطي 2 وإذا أكثر من 10 أعطي 3. لا أعطي 3 خلاص ما ضل بعد هيك أي choice. طب بلكن يا عمي عملنا كنترول على two medications. اوكي فانت بتعطي two medications والتارجتك اقل من 140/90. هلا شو بحكم بس عشان انك ما تضطر تزيدي، لكن most probably انك انت will get less than 130 over 80 كونه عنده بس hypertension بدون comorbid disease. اوكي فاذا اجاكم انتو سؤال تمام، اذا كان البيشنت بستيج 2 وعنده بس هايبرتنشن بدون كوموربيد زي ما اتفقنا احنا انه تارجتنا less than 140 over 90. هلا مش التارجت بلاد بريشر يعني انه الاوبتيمال، لكن هيك خلص ما بزيد لا دوز ولا بضيف ميديكيشن طالما نزل عن 140 ونزل عن 90. بس اذا كان بستيج 1 هايبرتنشن كان عنده واضح هاي ريسك للأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هلا هون تعطي ميديكيشن واحد بس تارجتك اقل من 130/80. ليش كمان هون تارجتك اقل من 130/80؟ لانه انت بالاخر ما بدك كمان البيشنت بوجود هاي الريسك فاكتورز كمان يدخل بموضوع انه يصير عنده كوموربيد كونديشن. بالضبط. وانا بستيج 1 وانا بستيج 1 سهل ارجعها للاليفيتد، مش لما اكون بستيج 2 وبدي ارجعها للاليفيتد. فنحن مثلا بستيج 2 مقارنه بالبنفيتس تبعت الدواء مع الريسك انه يصير عنده ريزيستنس، خلص بنقبل انه يكون ينزله بس لستيج 1. يس كونه عنده بس هايبرتنشن تقدر تنزله طبعا. عن 130/80 في اغلب الحالات. بس هو بحكي لك يا عمي لا تحتار اذا كان 135/85 خلاص بمشي الحال، ما تروحش لثري ميديكيشنز، it's a matter of time. تمام شكرا دكتور. عفوا. هلأ بالنسبة للبلاك بيشنز دائما اعملوا ايش step up او اللي هو اسكاليت للثيرابي. هلأ شو حكينا بالإليفيتد للوايت تعطي لايف ستايل موديفيكيشن، هون بدك تعطي وان انتي هايبرتنسيف ايجنت مع اللايف ستايل موديفيكيشن. حكينا بستيج 1 اذا كان التنير ريسك اقل من 10% لايف ستايل وممكن اعطي اورال بالوايت صح. هنا شو بعمل؟ لازم اعطي اورال.
حتى لو كان التنين ريسك أقل من 10%. إذا كان الأثيروسكلير كارديوفاسكولار ديزيز أعلى من 10% وستيج 1، شو بنعطي للبلاك؟ two oral antihypertensive بنعطي two oral، ودائما تارجتنا less than 130/80. بس دائما الأس والARB are not recommended as first line agent للبلاك patients إلا بوجود الكرونيك كيدني ديزيز، لأنه الأس إنهيبيترز هون work as anti-protein urea الدراجز اللي هلا راح نحكي كمان شوي لما نحكي عن compelling indications. Otherwise تعطي ثيازايد مع الأملوديبين. طبعا لما نحكي كالسيوم channel blocker most probably أكثر agent نستخدمه هو مين؟ هو بالعادة الأملوديبين. طيب هلا إذا البيشنت في عنده كارديوفاسكولر أو كوموربيد ديزيز، تمام، إحنا شو حكينا بنعمل إذا كان بستيج 1 البيشنت وعنده بتحسب الأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولر ديزيز ولا ما بتحسب إذا عنده كوموربيد؟ ما بتحسب، ما بنحسب صح؟ إذا بستيج 1 بدك تعطي 1، إذا بستيج 2 بدك تعطي 2. هلا هذا الحكي كله فور وات؟ فور بلودي بريشر كنترول، صح؟ طب انا البيشنت اللي عنده انجينا انا بس بعطيه دواء عشان البلد بريشر كنترول ولا لازم اعطي انتي انجينا للدراج؟ لا لازم اعطي، لازم اعطي انتي انجينا للدراج تو ديكريز الاكسجين ديماند. فانا بعطي البيتا بلوكر از انتي انجينا الايجنت، اوكي، مش عشان البلد بريشر كنترول. هلا بعطي الأس إنهيبيتر as vascular protective drug، كن حكيتهم هدول بالإنترودكشن بأول محاضرة، تمام، وكله هاد رح نحكيين details later. طبعا هلا انت صفة معطي هاد، معطي بيتا بلوكر ومعطي أس إنهيبيتر، مزبوط. هلا we would expect انه هدول المديكيشنز help me to control برضو blood pressure عند البيشنت عدا عن الانديكيشنز اللي استخدمناهم فيهم، مزبوط؟ مزبوط. فانت هيك بتطلع على الكيس بتشوف انه البيشنت في عنده انجينا وماشي على بيتا بلوكر وايسي انهيبيتر. طب البيشنت بستيج 1 واحد بيجي بحكي لك كيف معطي تو ميديكيشنز، تحكي له انا مش معطي تو ميديكيشن، انا معطي البيتا بلوكر از انتي انجينال ايجنت ومعطي الأس إنهيبيتر أزوات فاسكولار بروتكتيف دراج. هلأ باي ديفولت هدول الميديكيشن رح يعملوا لي كنترول على البلد بريشر وتمشي أمور البيشنت. ما مشيت أمور البيشنت صار ما كان في كنترول على البلد بريشر، then I think to add another medication حسب الكيس الموجود عندي. نبلش هلا هذا الحكي بيتضح معنا اكثر اللي هو موضوع الكوموربيد كونديشن وجود ونعطي الادويه بالسلايد. امشي معي بالله بيان لو سمحتي، امشي معي السلايدز. كمان في واحد اسمه كومبيلينج انديكيشنز. هلا هاي البلاك حكينا انه عاده البلاك الريسك عندهم تو ديفلوب الهايبرتنشن اعلى والريسك انه يصير عندهم كومبليكيشنز من الهايبرتنشن اعلى. فحكينا انه دائما بدك تعمل ستيب اب، وحكينا انه الاس انهيبيترز مش افكتيف والاي ار بيز مش افكتيف في البلاك. زي مين؟ زي الثيازايد والكالسيوم شانل بلوكر حتى يمنعوا حدوث الاسكيميك هارت ديزيز والهارت فيلر والستروك. في البلاك بيشنتس الأس إنهيبيترز والأي آر بيز أجين آر لس إفكتيف ذان الكالسيوم شانل بلوكر والثيازايد ديوريتكس تو بريفنت الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. هلا في بوينت صحيح حكيناها لاست تايم كمان، ما بنستخدم البيتا بلوكر آز إنيشيال ثيرابي للبيشنتس اللي عندهم بس هايبرتنشن سواء بلاك أو نان بلاك.
ممكن نستخدمهم اد اون، ممكن نستخدمهم اد اون، بس في عندك انت تشويسز موجودين اصلا، عندك كالسيوم تشيل بلاكر، عندك تيزايد، عندك اس اور اي ار بي. اوكي طيب نيجي هلا للكومور. طيب دكتور تفضل. يعني ما بينفع مثلا نعطي بيتا بلوكر للمريض اللي عنده انجينا، انه نضرب عصفورين بحجر بدل ما نعطيه دوايين ويمكن ضغطه ينزل كثير، نعطيه بس بيتا بلوكر ولا ما بزبط؟ يعني ما بزبط، لازم تعطي الاس انهيبيتر لانه فاسكولار بروتكتيف ايجنت، وهذا اللي انا حكيت لكم انه راح نحكيه بالديتيلز لما نحكي عن الاسكيميك هارت ديزيز. يعني انت في عندك ديزيز، هذا الديزيز بدك تعطي له انتي انجينا للدرج، وبدك تعمل كنترول على الريسك فاكتورز. بديش احكي الديتيلز هلا لانه او خلص بدكم بنبلش بالانجينا از كومبيلينج انديكيشن، ما عندي مشكله. هلا هذا البيشنت اللي بيكون في عنده ستيبل انجينا، بيكون في عنده الميجر اندرلاين كوز للانجينا هو ناروينج في الكوروناري ارتري. شو سبب النارون في الكوروناري ارتري؟ ديبوزيت، ديبوزيشن للفات، فبصير عندهم ليبيد كور جوا الكوروناري ارتري. بالضبط، او خليني احكي على السريع ونحكيها ان ديتيلز ليتر. هذا الليبيد كور لما بتكون بصير في نارون في الكوروناري ارتري. يعني انت عندك بلاد فيزل، هذا البلاد فيزل فيه لايرز وفي جوا طبقه بسموها الاندوثيليوم، تمام؟ بعد هيك بصير اليومن اللي هو من جوا البلاد فيزل من جوا، تمام، فاضي. هلا وين هذا الليبيد كور بتكون؟ سب اندوثيليوم، تحت الاندوثيليوم بطبقه اسمها الانتيما في الوول تبع الارتري. فشو بيسوي بالاندوثيليوم؟ بوش اب. موجوده هاي فيجر على فكره موضحه بشابتر الانجينا. فبيعمل بيرفع الاندوثيليوم لاير لفوق، فمين اللي بيصير فيه ناروينج؟ ديامتر اللي هو اليومن اللي جوا تبع الارتري. هذا الناروينج في الكوروناري ارتري راح يسبب نقص في البلادي فلو للهارت ماسل. طيب شو يعني نقص في البلادي فلو؟ يعني نقص في الاكسجين سبلاي، مظبوط. هلا اذا انت طيب. عملت فيزيكال اكتيفيتي او اي شيء سبب زياده عندك بالهارت ريت والكونتراكتيليتي. هلا لما يزيد الهارت ريت ويزيد الكونتراكتيليتي، هاي الهارت بالاخر مصل، فبنسميها زاد الاكسجين ديماند للهارت مصل. يعني انت مثلا عملت فيزيكال اكتيفيتي، المصلز بدها مور اكسجين، فالهارت والورك هاردر. تزيد الهارت ريت بتزيد الكونتراكتيليتي عشان يعمل سبلاي لمور بلاد ومور اكسجين عندك للمصلز. طب ماشي، بس هاي الهارت هو نفسه لأنه اشتغل أكثر صار هو بحاجة إلى مور أكسجين سبلاي عشان هو بالآخر برضو مصل، مظبوط. حاجة الهارت للأكسجين اسمها أكسجين ديماند. شو اسمها؟ أكسجين ديماند. زاد الأكسجين ديماند بالهارت مصل. طيب مقابل هذا الحكي شو لازم يزيد؟ السبلاي للهارت مصل في الكوروناري ارتري. هلا كل واحد بيعمل فيزيكال اكتيفيتي بصير عنده انجينا؟ لا، لانه البلاد فلو ممتاز بالكورونري ارتري. بس اذا كان في ناروينج وصار في ريدكشن بالبلاد فلو للهارت مسل، زاد الديماند بس ما كان مقابله زياده بمين؟ بالسبلاي. هاي بسموها امبالانس، تمام. في هاي الحاله هلا شو بدك؟ كيف بدك تحل هاي المشكله؟ تفضل، يا بتقلل الديماند، اقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي، او بتزيد السبلاي. مين اللي بيقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي؟ البيتا بلوكر والكالسيوم شانل اللي هي نيجاتيف كرونوتروبكس ونيجاتيف انوتروبكس، مظبوط. هذا موضوع بحكي لك، انت بتحكي عن انتي انجينا لدراج. هلا ممكن باي ديفولت ينزل لك البلاد بريشر، بس احنا ما خلصنا لسه من المشكله. قبل ما انت تحل او تعطي الانتي انجينا، طب ليش صار عنده انجينا؟ اثيرو سكيلر. طيب وليش الاثيروسكليروسيس ديفلوبد عند البيشنت؟ ليبيد كور. ليش صار عنده هاي ليبيد؟ ليش صار عنده هذا الليبيد كنترول؟ طب لما يصير في عنده سوري الليبيد ديبوزيت، طب وهذا الليبيد لما يتكون بالارتري شو بصير بالارتريز وول؟ ناروينج. ناروينج هاردنينج. يس.
بصير في ريزيستنس للبلد فلو فبصير في هايبرتنشن. هذا اذا ما كان اصلا عنده هايبرتنشن او ما كان عنده ديابيتس. هلا باي ذا واي بدنا نفهم دائما شغله، لما بتحكي انت هايبرتنشن معناها البلد بوش على الوول. قديش البلد بيعمل بوشينج على مين؟ على الوول. هلا كل ما عمل بوش على الوول اكثر رح يصير في ريزيستنس للبلد فلو، صح؟ وبالتالي الهارت should work harder، مزبوط، عشان يعوض النقص اللي صار في البلد فلو، مزبوط. شو راح يصير عند البيشنت؟ انجينا، وممكن يصير عنده هارت فيلير. عشان هيك الهارت فيلير يوجوالي بروسيدد باي وات؟ اسكيميك هارت ديزيز بيحكولنا هو السبب الرئيس لحدوث الهارت فيلير. والاسكيميك هارت ديزيز، طب شو اللي بيسببه؟ اثيرو سكليروسيس. الاثيرو سكليروسيس شو سببه؟ الثري هايبرز، هايبرتنشن والهايبرليبيديميا والهايبر بعض او واحد منهم او واتيفر. وهدول شو سببهم؟ الاوبيزيتي. طيب اللي هو سببها هو البور لايف ستايل، دايت وفيزيكال اكتيفيتي، الالكوهول كونسامشن، سموكينج. إذا أنت ما بهمك بس تعطي أنت أنجاينا للدرج، طب ما أنت بدك تحل المشكلة من أساسها، صحيح؟ صحيح تمام، فهمت عليك. طيب هلأ مش هيك وبس، هذا البيشنت اللي صار عنده الليبيد كور عنده ستيبل أنجاينا. هلأ أنت you have to resolve هاي الريسك فاكتورز باللايف ستايل موديفيكيشن والبلد بريشر كنترول من خلال أنك تعطي الايس انهيبيتر بالاضافه لتاثير البيتا بلوكر، مزبوط. بس انت بقول لك اذا في شغله كمان، هذا البيشنت عنده ريسك عالي يدخل بشغله بسموها اكيوت كورونري سيندروم اللي هي هارت اتاك. هلا اللي عنده ستيبل انجينا ما بنسميه عنده هارت اتاك ترى، لكن هذا شفت اللي بتكور بيكون مغطى بكاب اسمها فايبرس كاب. ترى أنا عادي بحب أعيد، يعني هذا شايفين الديتيلز كلها رح نيجي نحكيها لما نحكي عن الأنجينا شابتر لحاله. بس إذا ما فهمنا هذا الحكي ما رح نفهم الراشنال ثيرابي، ما عندي مشكلة أضل أعيد أنا، المهم إنه إحنا نفهم الموضوع. هذا اللي شو اسمه الفايبرس كاب، إذا صار فيه ربتشر يصير فيه هول، مين بيطلع مشان يسكر الهول؟ هاي البليتلتس لما تشوفوها بالفيجر بتكون واضحة. هاي البليتلتس بتضلها تتجمع لحتى تعمل ثرومبس وبصير عنده ام اي. اللحظه اللي صار فيها ربتشر اللي هي انستيبل انجينا، خلال ساعات بصير عنده مايوكاردال انفاركشن، بعد هيك ممكن يصير عنده هارت فيلير. هلا الانستيبل انجينا والام اي اللي صاروا بعد الربتشر بسميهم اي سي اس. يعني اي سي اس اكيوت كورونري سيندروم. طب ليش صار هذا الحكي كله؟ حكينا لأنه صار فيه رابتشر في الفايبرس كاب، صح؟ فأنت بدك شغلة بسموها stabilizing effect. شو يعني stabilize؟ يمنع حدوث الرابتشر بهاي الفايبرس كاب، إنه ما يصير فيها رابتشر. مين اللي بيمنع هذا الحكي؟ بدك إشي بسموه vascular protective drug، بيمنع بصير في protection للblood vessels، بيمنع الريليز للسيتوكاينيز اللي هي هاي inflammatory mediators. تخيل ACE inhibitor إلو anti-inflammatory effect، بيحافظ على الاندوثيليوم function، بيمنع الريليز للإنفلاماتوري mediators، فبيمنع أنه يصير في rupture ويدخل البيشنت بمين؟ بالأكيوت coronary syndrome. طب أنا مش مهم أعطي الACE inhibitor إذن عشانه vascular protective ولا لا؟ ضمنياً أنت بالإيس والبيتا بلوكر بتعمل كنترول على البلد بريشر، بس ما بيزبط يكون في بيشنت عنده إسكيميك هارت ديزيز وماشي على بيتا بلوكر لحاله. ما تحط ببالك أنك بس بدك تعطي أنت أنجينا لأنه عنده أنجينا. طب ما هي شو سبب الأنجينا؟ أثير سكليروسيز. وبترجع للقصة كاملة اللي حكيناها. هلأ أنت بدك أن أذر ورز، أنا عندي ديزيز، بعمل زي تريانجل، انجينا هي عندي جزء، ريسك فاكتورز عندي جزء كنترول على ريسك فاكتورز، وفي عندي كومبليكيشنز. شو الكومبليكيشنز؟ انه يصير عنده وات
هلا حكيت شو يصير شو الكومبليكيشن ايش هو ايش هو الاكيوت كورونري سندروم ثانك يو الاكيوت كورونري سندروم اللي هو رابتشر فبدك ستابيلايزنج بدك فاسكولار بروتكتيف بدي الاس انهيبيتر طبعا مين كمان غير الاس انهيبيترز الستاتين كمان بيعملوا فاسكولار بروتكشن فانت مش بس بتفكر بالمرض بدك تعمل كنترول على الريسك فاكتورز بدك تمنع حدوث الكومبليكيشنز تبعت الديزيز هلا انت ضمنيا انت يعني مش بس همك الهايبرتنشن فانت صرت معطي اس انهيبيتر وبيتا بلوكر خلص يو الكنترول بتعمل كنترول على البلاد بريشر منها بتعمل كنترول على البلاد بريشر ومنها بتعمل كنترول على الديزيز نفسه مين اللي سالني بالله السؤال من الشباب انا يزيد وضحت يزيد وضحت يعطيك العافيه الله عافيك هبدا احكي لكم كمان شغله في بعض البيشنتس بيكون عندهم ديابيتس ونورموتنسف ما عنده هاي بلاد بريشر وبيكون ماشي على الاس انهيبيتر بيكون ماشي على الاس انهيبيتر او الاي ار بي وبيكون ماشي على الستاتين ريجاردليس اوف ال دي ال بغض النظر عن ال دي ال Have you heard about this information before? مريض سكري ما عنده ضغط وماشي على الاس او الاي ار بي وماشي على الستاتين وماشي على الاسبرين طب how come لما بتحكي لي الاس انهيبيتر انت بتحكي عن ميديكيشن از انتي هايبرتنسيف بس هذا الميديكيشن له شيء اسمه فاسكولار بروتكتيف افكت وفي شيء اسمه انتي بروتين يوريا افكت شو يعني انتي بروتين يوريا طب شو يعني بروتين يوريا يلي وجود البروتين بالبول يعني بصير في بروتين باليورين طب هل نورمال البروتين يطلع باليورين لا في عندنا ديزيز المفروض يكون في فلتريشن في الجلوميرولوس فبيحكي لنا انه عادي يطلع لحد 30 جرام كانه من 30 ل 300 بصير في عندنا شغله بنسميها مايكرو البومينوريا مرت عليكم يس صار في زياده في البروتين اكسكريشن باليورين بس لسه مش كثير عالي اكثر من 300 بصير ايش البومينوريا او بروتين يوريا طيب وبعدين ما هو هذا البروتين لما يطلع باليورين رح يعمل من الجلوميرولوس رح يمر بالنيفرونز والتيوبيولز رح يعمل فيهم دامج صح لانه لارج مش لارج مولكيول بس هيك بكل بساطه مش لارج مولكيول لما بده يطلع من الجلوميرولوس بده يروح على النيفرونز على التيوبيولز بده يعمل فيهم دامج شو رح يصير بالفلتريشن برضه ديكلاين اند ديكلاين هذا بسموه indicative للبروغريشن of chronic kidney disease يعني كل ما زاد البروتين يوريا كل ما صار في decrease بالجي اف ار بالفلتريشن وكل ما صار في progression بالchronic kidney disease شو يعني؟ يعني البيشنت حيدخل من stage 1 لستيج 2 لستيج 3 لستيج 4 لستيج 5 أخذت الكرونيك كيدني ديزيز الباثوفيسيولوجي ألو نعم أخذناه دكتور بمادة الباثوفيسيولوجي بسنة ثانية ممتاز شو بيصير في الجي اف ار بستيج 1 بيكون عادي 120 بستيج 2 بنزل عن 90 هلا بستيج 3
بصير بنزل عن 60 هون ببلش الرينال هالفيلر او الكيدني ديزيز لحد 40 بصير ممكن هلا بيحكوا من 30 ل 60 ستيج 3 ومن 15 ل 30 ستيج 4 واقل من 15 ستيج 5 اللي هو اند ستيج كيدني ديزيز هذا اللي هو رينال هذا هو الرينال فيلر اللي هو ستيج 5 مظبوط إذا شو يعني progression إنه الستيج بتزيد بسبب decrease بالجي أف آر مين الميجر underlying reason للdecrease بالجي أف آر البروتين طيب مين السبب الرئيسي في حدوث البروتين يوريا شو رأيكم Diabetes. How diabetes could induce حدا بيجي بحكي لي دائما لما البلد جلوكوز يكون هاي شو بيعمل بالبلد فيزل هاي قاعدة هلا هذا البلد جلوكوز يخلي البلد فيزل وات نارور صح لما هو يتجمع السكر الجلوكوز يتجمع في البلد راح يصير ناروينج فيه مظبوط وراح يعمل وات كلوجد يسموها clogged blood vessel شو يعني clogged راح يصير في resistance للflow للblood okay هلا دائما لما تحكي أي tube clogged يعني صار فيه زي accumulation لsubstance أو إشي منع الflow جواته للwater للblood أو whatever هلا غير إنه clogged كمان بصير فيه narrowing فلما يصير فيه narrowing okay the blood flow will decrease هلا لما البلد فلو ديكريز التيشو الاراوند هذا البلد فيزل راح يصير في لاك في البلد سبلاي والاكسجين سبلاي مظبوط راح يصير في ديستركشن بهذا التيشو مشان هيك لما البلد جلوكوز يكون عالي في البلد فيزلز هاي التيشو اللي اراوند البلد فيزل راح يصير في ديستركشن عشان هيك اذا بتعرفوا إنه الهايبرغلايسيميا والديابيتس شو بيعمل سايد افكتس في عنده مايكروفاسكولار كومبليكيشنز والماكرو سمعتوا فيهم طيب ايش الماكروفاسكولار كومبليكيشن الكاردوفاسكولار اللي هو الانجينا والام اي والهارت فيلر مش هذا واحد من الثري هايبرز اللي بيعمل اورجان دامج مش حكينا هايبرتنشن هايبرغلايسيميا هايبرليبيديميا هايو هايبرغلايسيميا بيعمل أورجان دامج أنجينا ام اي هارت فيلر عشان هيك كثير من الناس اللي عندهم ركزوا معي أنجينا او اسكيميك هارت ديزيز بيكون بالاصل عندهم وات ديابيتس طيب اذا وجود هلا سمعتوا كمان عن المايكروفاسكولر اللي هو ريتينوباثي نيفروباثي نيوروباثي ريتينوباثي لما بزيد البلد جلوكوز في البلد فيزلز اللي سبلاي الريتينا حصير في وات ديستركشن للتيشو اراوند هذا البلد فيزل وفصير عنده ريتينوباثي وبلايندنس نيفروباثي هلا حكينا كمان نفس الميكانيزم فدائما الهايبرغلايسيميا بتعمل ديستركشن للتيشو اللي اراوند وتعمل كيدني فيلير طيب والهايبرتنشن برضو بيعمل دامج حكينا في البلد فيزلز دائما هدول الاثنين بيعملوا دامج في البلد فيزلز حدا منكم حكى ديابيتس اي وود سي اي اجري ممكن يعملوا دامج في البلد فيزلز اللي بالجلوميرولس وبالتالي اثروا على الفلتريشن طيب في اذر ريزنز ثايرويد دكتور الهايبرثايرويد الهايبوثايرويد انه بصير بعمل الجدتي للوولز للفيسلز من خلال بس هذا ميدييتد باي وات الهايبرتنشن بكل بساطه البروتين عشان يصير له فلتريشن بده لو بريشر ولا بده هاي بريشر هاي بريشر طالما صار له فلتريشن معناها الانترا الجلوميرولار بريشر از هاي او البلد بريشر جوا الجلوميرولس از هاي مظبوط
طيب شو اللي بخلي البلاد بريشر جوا الجلوميرولس هاي؟ سمعتوا عن إشي اسمه؟ طب دكتور ممكن تفضلي. سوري ممكن يكون فيها ترومبس أو كلوت أو إشي زي هيك مسكرها بالكدني، يعني بالأرتري تبع الكدني، ممكن هيك يكون في جلوميرولو بسموه سكليروسز أو جلوميرولو فايبروسز. إكسلنت. الأهم من هذا الحكي هلا شو اللي هلا لو حكيت لك البلاد فوليوم زاد، هل البلاد بريشر بزيد؟ يس. حلو. شو اللي بزيد البلاد فوليوم بالجلوميرولاس؟ معناها البلاد فلو از هاي، صح؟ ركزوا معي، البلاد فلو از وات هاي. شو اللي بزيد البلاد فلو؟ طيب مين اللي بيتحكم بالبلاد فلو للجلوميرولاس؟ يلا ورجوني هلا شطارتكم. من الافيرنت ارتريول، يعني انه يعني ثانك يو ساره، بس بادق فرق الضغط ما بين الافيرنت والافيرنت. بدناش ندخل بتفاصيل هلا كمان زايده، بس باختصار كل ما كان فرق الضغط بسموه البريشر جريديانت ما بين الافيرنت والافيرنت اعلى، لما يكون فرق الضغط اعلى البلاد فلو بيزيد ولا لا؟ بيزيد طبعا، بيزيد لما البلاد، لما فرق الضغط بين الافيرنت والافيرنت اعلى البلاد فلو اعلى، فالبلاد فوليوم اعلى، فالبلاد بريشر اعلى، فبصير زياده بالانتراجلوميرولار بريشر، بصير في بروتين يوريا. تمام. مين الانتي بروتين يوري ايجنت او احسن ميديكيشن بقلل فرق الضغط بين الافيرنت والافيرنت ارتريولز وبيعالجوا اللي حكيته زميلتكم اللي هو الجلوميرولو فايبروسز والجلوميرولس كليروسز؟ مش حكينا انه مين هو الدواء ار بي الايس الار بي والايس؟ يس. شو حكيت عن الايس انهيبيتر لما حكيت عنه فاسكولار بروتكتيف؟ شو حكيت عنه؟ بيمنع السيتوكاينيز ريليز والانفلاميشن، صح، وبيحافظ على الفانكشن. فاسكولار بروتكتيف ورينال بروتكتيف ايجنت، رينو بروتكتيف ايجنت، عشان الجلوميرولو فايبروسيس والجلوميرولو سكليروسيس، وبنفس الوقت احسن دواء بقلل البريشر، ديكريز البريشر جريدينت بين الافيرنت والافيرنت ارتريول. اكثر ميديكيشن ديكريز الانترا جلوميرولار بريشر، بالتالي اكثر ميديكيشن ورك از انتي بروتين يوريا ايجنت، فهو بقلل البلد فلو لمين؟ للكدني، للجلوميرولس. هلا اللي بدي احكيه هون الناس اللي عندهم ديابيتس، بدي ارجع للبوينت، تذكر شو البوينت اللي حكيتها بالديابيتس؟ مين يحكي لي انه مالهم هدول الناس؟ انه بياخذوا ايس انهيبيتور او ارابس بدون، حتى لو كانوا نورموتنسيف بياخذوا اسبرين وستاتين وايس انهيبيتور. هلا انا بدي احكي لكم ليش لسه، صح، كل هذا اللي بحكي فيه عشان احكي لكم ليش. هذا البيشنت اللي عنده ديابيتس بالذات مع وجود مالتيبل ريسك فاكتور، بمعنى في فاميلي هيستوري للكارديوفاسكولار ديزيز، في مع الديابيتس مثلا سموكر اولد، عنده ديسليبيديميا، ما عنده هايبرتنشن، انا حكيت صح، لكن سموكر اوبيز فاميلي هيستوري اولد، وجود هاي الريسك فاكتورز مع الديابيتس معناته هذا البيشنت عنده هاي ريسك تو ديفلوب وات. يلا احكوا لي شو الكومبليكيشن للدي ام؟ مايكروفاسكولار، معناها ممكن يصير عنده كرونيك كيدني ديزيز، نيفروباثي، مش حكينا نيفروباثي؟ حطوا في بالكم هايبرتنشن وهايبر جلايسيميا، هايبرتنشن ودي ام سترونجست ريسك فاكتور للكرونيك كيدني ديزيز. طيب اذا هذا اللي عنده دي ام مع وجود الريسك فاكتور شو رح يصير عنده؟
يلا حكوا لي ماكرو فاسكولار انجينا ام اي هارت فيلر وايش كمان كرونيك كيدني ديزيز اجري يس ما بستنى عليه لحتى يصير عنده انجينا واروح اعطيه الاس انهيبيتر از فاسكولار بروتكتيف ولا بستنى عليه يصير عنده كرونيك كيدني ديزيز اروح اعطيه الاس انهيبيتر از انتي بروتين يوريا. هذا البيشنت شود بي بريسكرايبد الاس انهيبيترز as vascular protective agent to prevent ischemic heart disease and renal protective agent to prevent chronic kidney disease regardless of blood pressure. تخيل انت بتيجي بتحكي لي دي ام اللي مش عنده انجينا لسه دي ام لسه ايش دي ام بس مع المالتي ريسك فاكتور حسبت حساب كل اشي ممكن يصير. فهذا اللي بحكي فيه انت ما بهمك بس تعطي ميتفورمين انتي ديابيتك بدك تحسب حساب الكومبليكيشنز. فممكن ريسك عالي اقوى ريسك للاسكيميك هارت ديزيز والانجينا هو الديابيتس. فبدي اعطي فاسكولار بروتكتيف وبدي اعطي كمان ريسك فاكتور عالي للكرونيك كيدني ديزيز فبدي اعطي وات الاس انهيبيتر بالذات اذا بلش يصير عنده مايكرو البومين يوريا او بروتين يوريا. طب ليش بنعطي أسبرين؟ لأنه برضو مثل ما حكينا أي لحظة ممكن يصير عنده هارت أتاك وممكن يصير بليتلت أجريجيشن ويدخل بإم آي وإي سي أس مظبوط. طب ليش الستاتين برضو فاسكولار بروتكتيف إيجنت؟ فأنت بتتعامل مع الديابيتس اللي عنده مالتيبل ريسك فاكتور وكأنه عنده أنجينا وكأنه عنده كرونيك كيدني ديزيز حاسب حساب الكومبليكيشنز. فذاتس واي ممكن يكون نورموتنسيف بس ماخذ الاس. هو مش ماخذ الاس از انتي هايبرتنسيف ايجنت هو ماخذ الاس از وات انتي بروتين وفاسكولار بروتكتيف دراج. عشان هيك على فكره حتى الدوز اي ثينك اللي بتنعطى ما بتكون نفسها الدوز اللي بتنعطى از انتي هايبرتنسيف. هذا الموضوع بدل انه انا بالاخر مش موضوع بس بدي عشان الهايبرتنشن بعطي الانتي هايبرتنسيف ايجنت. هذا الانتي هايبرتنسيف ايجنت ورك از ان. فعشان هيك بنيجي بنحكي دراج اوف تشويس ها تو كنترول البلاد بريشر. الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز هو الايس انهيبيتر او الاي ار بي. ليه؟ لأنه هو work in addition للأنتي-هايبرتنسيف effect work as what anti-proteinuria agent. فصار في justification ليش هو drug of choice to control the blood pressure في حالة chronic kidney disease. علما إنه الاس والARV واحد من الميجر سايد افكت لهم. لاحظ اني انا بحكي عن الاس والاي ار بي كميديكيشن صح وكاركترستكس. احنا بس نخلص كل الكوموربيديتي رح نحكي عن الادويه كجروبس حتشوفوا انه هذا الحكي رح ينعاد لانه دائما في الثيرابيتكس المعلومات مترابطه ببعض. ممكن انك تضطر انك تعيد نفس الانفورميشن بس ببوزيشن ثاني تضطر انك تعيدها. هذا الاس انهيبيتر بيعمل هايبركاليميا والاي ار بي. طب اللي عنده نقص في الفلتريشن حيكون عنده فلتريشن كويس؟ لا البوتاسيوم راح يرجع للبلد فبصير عنده هايبركاليميا. طب كيف بتعطي الاس وعنده ايه؟ اتس ا ريليتيف كونتر انديكيشن مش ابسوليوت. عادي اعطيه بس تابع البوتاسيوم. طب يا عمي شو مضطر والله بصراحة لأنه أحسن دواء بيعمل أنتي بروتين يوريا إفكت. هاي اللي بسموها بنفيت ريسك ريشيو. فبتعطيه بس بتتابع مين؟ البوتاسيوم. فهو الدراج أوف تشويس إنك تعطيه مع ثيازايد ديوريتك يوجولي أو الديوريتك. هلا إنه مين ثيازايد ولا لوب فيها شوية ديتيلز رح نحكيها ليتر عن لما نحكي عن السي كي دي عن الكرونيك كيدني ديزيز. تمام.
In other words, تتذكروا في جملة حكيتها اللي بيحكمني في blood pressure control لما يكون في comorbid disease، مين اللي بيحكمني؟ control blood pressure. شو اللي بيحكمني أي دواء أختار؟ ليش الكوموربيد اللي معي؟ أحسنت يا يزيد، هو الكوموربيد ديزيز نفسه اللي بيحكمني، هو اللي بيحكمني أنا شو أعطي. عشان هيك لما يكون عنده كرونيك كيدني ديزيز وعنده ريسك للهايبركاليبيا من الكرونيك كيدني ديزيز، اضطريت أعطي الإيس إنهيبيتر مع إنه بيعمل هايبركاليبيا، لكن هو بسبب الأنتي بروتينيوري إفكت اضطريت أعطيه أس فيرست لاين إنيشيال ثيرابي. وعشان هيك يوجوالي إتس ريكومندد ويذ ذوات حكيت. طيب ذوات لا، مين كمان من الأدوية بعطي معه؟ مع الاس والاي ار بي تو كنترول البلد بريشر بالسي كي دي، مين الفيرست لاين ايجنت؟ حكينا الاس والاي ار بي، مع مين بعطيهم؟ الستاتين. هلا حكيت لو، حكيت ثيازايد اللوب دايرتك. هلا لوب او ثيازايد بنحكي ديتيلز ليتر، بس بحكي دايرتك. ليش الدايرتكس بقللوا اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم وذي بوتنشيات. ها ركزوا معي، they potentiate the anti-proteinuria effect للأس والأر بي. معين؟ شو بعملوا؟ potentiate the anti-proteinuria effect للأس والأر بي، بس هم لحالهم as anti-proteinuria مش كتير effective. هلأ برضو شو بعملوا اللوب فيزايد ديرتك؟ هايبوكاليميا ولا لا؟ أكيد بالضبط. So they attenuate the effect of hyperkalemia اللي ممكن يصير بسبب الاس او الاي ار بي، ممكن يساعدونا في حدوث البالانس كمان. هذا اللي بحكي فيه دائما، انه انت اللي بيحدد لك اختيار الميديكيشن هو الكوموربيد ديزيز الموجود عندك. هل حدا ممكن يسالني طب فيش غير الاس والاي ار بي بيعمل انتي بروتينيوريا افكت؟ لا، فيه الكالسيوم شانل بلوكرز بيعملوا، بس مش كلهم، زي مثلا موست كومونلي الاملوديبين مثلا كتير بيستخدموه لهاي الحالات، بينما النيفيديبين ما له افكت نهائيا. البيتا بلوكرز كمان مش كتير افكت لهم. الموست كومون ميديكيشنز هو الاس والاي ار بي، عشان هيك بنحكي الاس اور اي. هلا دائما باي ذا واي قاعدة، لما أحكي إيس ضمنياً أنا بحكي إيه آر بي، نفس الإنديكيشن نفس الكونترا إنديكيشن، في شوية اختلاف بينهم بالسيفتي، بس رح نحكي لما نحكي عنهم. تمام؟ فلما تقول لي إيس معناها إيه آر بي، نفس الشيء. كلير كلير إيس أو الإي آر بي، هذول الإيس أو الإي آر بي بلس ديوريتك، هاي بسموها المين ستاي ثيرابي لكنترول البلاد بريشر في الكرونيك كيدني ديزيز. شو يعني المين ستاي؟ كورنر ستون، هي الاساس في التريتمنت. هلا طبعا عدا عن موضوع السولت ريستريكشن والفلويد ريستريكشن واللايف ستوب سموكينج واللايف ستايل، دائما هذا موجود لازم، يعني تحديدا السولت ريستريكشن على فكره بالسي كي دي. الناس لما يكون عندهم نقص في الجي اف ار الكيدني لوز اتس ابيليتي انها تو اكسكريت السولت او الصوديوم، فبصير عندهم صوديوم ريتينشن، ولما يصير عندهم صوديوم ريتينشن بصير عندهم فلويد ريتينشن، عشان هيك بصير عندهم دائما ايديما في الكرونيك كيدني ديزيز. مظبوط مظبوط. ولما يصير في فلويد ريتينشن الفوليوم اوف فلويد اللي بيرجع على الهارت بيكون اعلى، اللي هو البري لود او الفينوس ريتيرن. هذا لما يدخل جوا الهارت بيعمل ستريتش في الهارت مصل، فبصير فيه انلارجمنت بالهارت مصل، صح؟ هل الكونتراكتيليتي للهارت مصل لما تكون، تخيل الهارت مصل عبارة عن دائرة وانت رح تزدت هاي الدائرة كبرتها، هل الكونتراكتيليتي إلها رح يكون أسهل من ما إنها تكون صغيرة ولا أصعب؟
أصعب لما تكون أصغر شوي الكونتراكشن راح تكون أسهل، وبالتالي الفورس فول بيسموها كونتراكشن، مور فورس فول كونتراكشن، الكاردك أوتبوت راح يكون أحسن، فعشان هيك هذا راح يسبب هارت فيلر. لما يصير هايبرتروفي بيسموه أو إنلارجمنت بالهارت مسل راح يسبب سيستوليك تحديدا هارت فيلر. إنه هو الفورس تبعت الكونتراكشن الهارت will decrease. وشو اللي بقلل الفورس للهارت كونتراكشن؟ إما إنه بيزيد حجم الهارت، تمام، فالفورس تبعت الكونتراكشن بتقل. أو سؤالي in other words، شو اللي بقلل الكارديك أوتبوت للهارت؟ أحسن، إما إنه هذا الهارت بصير له enlargement فما بيقدر يعمل contraction forcefully، هذا اسمه systolic heart failure. أو الهارت نفسه هلأ مش فيه على الأطراف، بيكون فيه walls. لنفرض هذا الوال مثلا افتراضا قطر 1 سنتيمتر على الداير، هلأ إذا هذا الوال صار له thickening، تخيلوا معي شو بصير في حجم الهارت مصل الإفكتيف هاي اللي بالنص؟ بتقل وبالتالي ما راح يصير في ريلاكسيشن في الهارت مصل عشان يعبي بلد اللي هو خلال الديستول تايم. مش تعرفوا الديستول؟ يعني معوش مجال اللي تتحزح مثل ما بيحكوها، يعني الوالز محاصره فما بيعمل ريلاكسيشن مليح لأنه صار في ثيكنينج بالوال بالأطراف اللي على الداير. انت فاهمين اللي بحكي رايت؟ دكتور. فما صار عنده في سبيس اللي يتمدد مشان يعبي بلد. هلأ هون برضو الكارديك أوتبوت ويل ديكريز، بس مش لأنه الكونتراكتيليتي ديكريزد، لأنه ما عبى بلد منيح. فإنه شو اللي بيقلل الكارديك أوتبوت؟ إما الكونتراكشن فورس بتكون له، أو إنه ما عبى بلد أصلاً كويس. فهذا بسموه اللي ما عبى بلد بسموه دياستوليك هارت فيلير، اللي هو هارت فيلير with preserved ejection fraction. هذاك اسمه هارت فيلير with reduced ejection fraction. شو يعني ejection fraction؟ fraction اللي هو نسبة البلد اللي بيصير لها pump من الليفت فنتركل. شو اللي بيعمل البمب؟ حدا بيقدر يحكي لي كيف البلد سايكل بتصير بالهارت؟ بيرجع بالفينا كافا وبدخل على مين اول اشي؟ رايت اتريوم. برافو، رايت اتريوم بينزل على الرايت فنتركل، وبعد هيك بيطلع وين بيروح؟ للاينز. وين؟ للاينز سيميليون الفالف، وبطلع على اللنج. شو بنسمي اللي طالع من الهارت على اللنج؟ شو بنسميه؟ دي أكسجين المنريفين اللي دايما بطلع من الهارت اسمه آرتري. بس زي ما حكت زميلتكم، مين اللي حكت دي أكسجينيتد؟ هي أنا الجميلة. جميل. هلا دائما الارتري اوكسجينيتد، صح؟ هلا دائما الارتري طالع من الهارت والفين راجع الهارت، فدائما الارتري اوكسجينيتد ودائما الفين دي اوكسجينيتد اكسبت البولموناري. البولموناري ارتري دي اوكسجينيتد، رايح يعبي اكسجين، عبى اكسجين وراجع برجع بالبولموناري ايش؟ فين. هو الوحيد الأكسجيناتد، صح؟ فبيدخل على الليفت آتريوم، بعدين بيروح على الليفت فنتركل. الليفت فنتركل هو اللي بعمل وات الكونتراكشن، أوكي؟ فعشان هيك دائما بنحكي لما يصير في سيستوليك هايبرتروفي أو انلارجمنت في الفنتركل بصير في سيستوليك هارت فيلير. السبب إنه زيادة الانلارجمنت في الهارت، فبيبين معهم إنه صار فيه سيستوليك هارت فيلير. بينما البيشنت الثاني هذاك شو صار عنده؟ ثيكنينج بالوال،
صار عنده دياستوليك هارت فيلر. صار عنده دياستوليك هارت فيلر اللي هو preserved ejection fraction هذاك. طبعا راح ناخذهم in details أكثر لما نحكي عن الهارت فيلر. طيب هلا احنا شو اللي دخلنا على المتاهة هاي كلها؟ رجعوني لورا الاس والاي ار بي اللي بيحكمني هو الكوموربيد كونديشن. طيب هلا هيك بالهارت فيلر بتحكي لي سولت ريستريكشن صح؟ البطل بطل الكدني عندها ability انها تعمل اكسكريشن للسولت وصار في ريتنشن للسولت. طب مين اللي بيزيد ريتنشن للسولت؟ الكوليسترول راس من الرينين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم. فصار تارجتك الرينين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم. مين اللي بيشتغل عليهم هذول؟ الإيس والإي آر بي. إذن they are essential therapy في علاج in the treatment of heart failure. والرينين أصلاً بصير له ريليز من الكدني. ومين اللي بيعمل بلوك على البيتا ريسبترز اللي بالكدني عشان ما تعمل ريليز للرينين؟ البيتا بلوكرز. هدول ايجنتس كثير مهمين في علاج الهارت فيلر. هلا عدا عن هيك سمبلي لما الكارتك اوتبوت لو حتشوفوا انه البلاد سبلاي للديفرنت بودي اورجانز از وات لو مزبوط. فعشان هيك مثلا بيجي بيقول لك والله بصير عندهم فتيك اكسرسايز انتوليرانس. طبعا هو لانه الكارتك اوتبوت لو فالبلاد سبلاي للمسلز لو والأكسجين سبلاي لو فبصير عنده فتيك بصير عندهم ديزنس وببطل يقدر يركز. طبعا هو البلاد سبلاي للبرين لو والأكسجين سبلاي لو وديزنس. بيجي بيحكي لك بصير في عنده هلا الكدني نفسها شو البلاد سبلاي لها بصير لو ولا لا لو شو بتعمل هي؟ بتعمل بدها بلاد بتروح بتعمل صوديوم كمان ريتنشن بصير معه فلويد ريتينشن عشان يزيد الفلويد فوليوم ويزيد البلد فوليوم وتعوض النقص في البلد سبلاي اللي صار عندها. فبتعمل سولت ريتينشن صوديوم ريتينشن بصير في فلويد ريتينشن فبصير في زيادة في الفلويد فوليوم بصير في زيادة في البلد فوليوم عشان يزيد البلد سبلاي إلها. لكن هذا رح يزيد البريلود يدخل جوا الهارت بزيادة يعمل ستريتشنج في الهارت مسل ويصير عندهم هارت فيلير. يعني لاحظوا الكومبنساتوري ميكانيزم هي أساس المصايب في الهارت فيلير. هلا برضو مش الكاردك أوتبوت ديكريز والبلد سبلاي والأكسجين سبلاي ديكريز فالهارت ريت والوات إنكريز عشان يعوض والسيمباثيتك أكتيفيتي بتزيد. طب مين اللي بيعمل بلوك؟ البيتا بلوكر. عشان هيك البيتا بلوكر برضو ضروري. فإذا أنا بفهم الباثوفيسيولوجي منيح للديزيز حتى لو سيمبلي بعرف ليش التريتمنت هاد هو الدراج اوف تشويس هو اللي بحكمني بالتريتمنت. هلا الاس انهيبيتر حكينا بقلل البلد فلو للكدني. طيب شو معنى هذا الحكي؟ شو ممكن يسبب إذا أنت قللت البلد فلو للكدني؟ شو ممكن يصير في الكدني؟ إنه تفرز رينين صار فيها إنجري صح؟ إسكيميا مزبوط؟ نقص البلد سبلاي نقص الأكسجين سبلاي ودمج في التشو إنجري. أخذته بالباثوفيسيولوجي إشي اسمه أكيوت كيدني إنجري. هتقول ولا لا؟ هلو احنا معك دكتور بس مش متذكرين صراحة لو اخذنا مش متذكر عن نفسي ما مرة اخذت ايش اسمه acute renal failure اكيد هذا هو نفسه acute kidney injury. شو سبب acute renal failure؟ تقلل البلد سبلاي على الكدني. هذا الموست كومن كوز. اذكركم في عنا اشي اسمه بري رينال في عنا انترا رينال وفي عنا بوست رينال.
الانترا رينال يعني المشكله في الكدني نفسها في الجلوميرول اسمها جلوميرول نيفرايتس انترستيشال نيفرايتس في انفلاميشن بالجلوميرولس او بالتيوبيولز تمام هذا انترا البوست رينال يعني اي شيء بعد الكدني زي البروستيت مثلا بلوكج في عندنا ايش كمان بيجي اليوريترز اوكي في بلاد كلوت في ستونز فيهم بيعملوا بلوك لليورين فلو هذا بوست رينال هذول مش كومن الموست كومن بري رينال شو يعني بري رينال there is nothing wrong with the kidney itself the problem in the arterioles blood perfusion للكدني نقص البلد سبلاي للكدني عشان هيك مثلا الناس اللي بصير في عندهم bleeding واحد صار لا سمح الله مثلا تروما accident وتروما صار bleeding حدا عمل surgery للهارت وصار عنده complication bleeding حدا عمل abdominal surgery صار عنده bleeding حدا صار معه مثلا severe burn loss of fluids والبلد من الجسم هدول الناس معرضين يصير عندهم acute renal failure طب هدول الناس وين بيكونوا اللي بيعمل surgery في الهارت وبالابدومين وacute burns والتروما بالICU هذول مرضى الاي سي يو كثير بيكون عندهم وقت اكيوت رينال في كدني انجري طب شو اللي معناته بنفهم من هذا الحكي انه الاس والاي ار بي بريسيبيتيت او كوز اكيوت كدني انجري صح سو ذي شود بي افويدد في الاكيوت رينال فيلر لكن ذي ار دراج اوف تشويس في الكرونيك كدني ديزيز او الكرونيك رينال فيلر عكس تماما وعشان هيك بيحكوا لنا إذا كان في نقص أصلاً في البلد سبلاي للكدني شو اللي ممكن يسبب نقص في البلد سبلاي للكدني؟ الرينال آرتريز بتعرفوا مش في تو رينال آرتري واحد للرايت وواحد للليفت إذا كان فيهم ستينوسز أو ناروينج رح يقل البلد فلو ولا لا؟ أكيد رح يقل تمام إذا في واحد منهم يونيلاترال رينال آرتري ستينوسز It's a relative contraindication. لكن إذا كان bilateral renal artery stenosis, this is an absolute contraindication. ما تعطي بالمرة الاس والاي ار بي. طيب هل الاس والاي ار بي بيزيدوا السيرم كرياتينين؟ هم انتي بروتين يوريا. منعوا البروتين يطلع باليورين مش حكينا فرجع البروتين على البلد من ضمنهم مين البروتين الكرياتينين فانت you have to monitor البوتاسيوم والسيرم كرياتينين في البلد لما بتعطي الاس والاي ار بي اهم من انك تمونيتر مثلا اي شيء ثاني يعني ما راح يعملوا مثلا ريسك عالي للهايبوتنشن مثلا زي الفازودايليترز فعشان هيك لما بعطي فازودايليتر لازم أشوف هل في هايبوتنشن أو ريفلكس تاكيكارديا هل الهارت ريت زاد ولا لا صح البيتا بلوكر شو بيعملوا سايد افكت براديكارديا لازم أشوف الهارت ريت مش كثير بهمني أشوف الهارت ريت بالإيس والإي آر بي الإيس والإي آر بي بهمني مين أكثر الرينا كرياتينين اوكي لاحظوا انه احنا كثير حكينا هلا عن الكوموربيديتيز كلهم الكومبليكيشن صح تقريبا هارت فيلر اي ديابيتس كورونري اسكيميك هارت كرونيك الا سيريبرو فاسكولار او الستروك هذا اللي مش رح ناخذه اصلا ان ديتيلز عنه هلا اخذتوا شويه باك جراوند على الباثوفيسيولوجي هلا نيكست ليكتشر بدنا نبلش نحكي كل واحد منهم شو اللي drug of choice to control blood pressure فيه بناء على فهمنا لمين للي حكينا اليوم تمام بس in one minute بالديابيتس شو الفيرست لاين احكوا لي يلا إذا كان بس ديابيتس زيه زي اللي بس هايبرتنشن
شو كان اللي عنده بس هايبرتنشن؟ شو أعطينا اللي عنده بس هايبرتنشن؟ وين أورال دراج؟ لا يعني شو الشويسز قصدي؟ شو الميديكيشن اللي بدك تأخذهم؟ ARB ممكن الستاتين. لا لا أحكي عن الميديكيشن للبلود بريشر. إيش أول؟ أنا سؤال. أو الثيازايد أو الكالسيوم أو الثيازايد أو إذا كان بلاك. ثيازايد أو كالسيوم. تمام. ما بتغير علينا إشي بوجود الديابيتس لحاله. اللي بدك إياه أعطيه. إلا إذا كان ديابيتس مع بروتين يوريا أو مايكرو ألبومين يوريا. مين البريفيرد ايجنتس هون؟ بصير البريوريتي الأولوية لمين؟ إيس و آر بي. إيس أو الـ ARB. يلا على حط على جنب. تعالوا لي على الإسكيميك هار ديزيز بسرعة. لا الكرونيك كيدني ديزيز. شو الفيرست لاين؟ الإيس أور الـ ARB. إما أز مونوثيرابي أو إن كومبينيشن مع مين؟ ديوريتكس. الثيازايد ديوريتك. تمام؟ الأفضل نعطي كومبينيشن مع الثيازايد ديوريتك، هاي الأساس بالتريتمنت. حط على جنب. تعالوا لي على الإسكيميك هارت ديزيز. شو التشويسز الإيجنتس اللي بدي أعطيهم؟ البيتا بلوكر أز أنتي أنجينا لدرج أو الكالسيوم اللي هو الفيرابامل والدلتيازم. ما دخلتش بالديتيلز لأنه شابتر لحاله هذا. بالإضافة لمين؟ الإيس إنهيبيتر أو الإي آر بي. حط عجل. تعالوا على الهارت فيلير، مين الميديكيشنز اللي لازم نعطيهم؟ الإيس أو الإي آر بي والبيتا بلوكر والديوريتكس في حالة هلا بعض البيشنت بصير عندهم إيديما. تذكروا معي بولموناري إيديما، بنضطر نعطيهم ديوريتكس. تمام. طبعا أي ديوريتك للإيديما، الثيازايد ولا اللوب؟ اللوب. اللوب بيعمل هايبوكاليميا. طب الهايبوكاليميا هاي بتعمل أريثميا. طب ما انت بتحكي لي هارت فيلر، اصلا هذا الهارت فيلر اكثر واحد مكسر عنده أريثميا، عشان هيك لما تروح الإيديما تعمل ستوب مباشرة لللوب ديوريتك. ماشي. حتى هدول الناس ممكن نضطر نعطيهم ديجوكسين في هاي المراحل. اتذكروا كلمة بحكيها ليتر بالديتيلز، إنه الديجوكسين بصير توكسيك إذا في عنده هايبوكاليميا البيشن. وبتعرف الديجوكسين إله ناروثيرابيتك إندكس. هلأ شفتوا هدول الكوموربيد ديزيزز، بدنا نحكي عنهم كل حدا لحاله بالديتيلز كشابتر. فكل هذا اللي حكيته رح ينعاد بس بديتيلز أكثر. تمام. هلأ بهذا الشابتر اللي حكيته لهلأ هو المطلوب. Next lecture شو بدنا نعمل؟ بنبلش بالتريتمنت algorithm مرة ثانية. شو رأيكم؟ وبنصير نعيده على اللي عنده بس hypertension وبلاك وناني بلاك ووجود الكوموربيد وhow to manage the cases. عشان هيك I suggest إذا حدا منكم حاب بحط كيس ناقشها معنا next time بصير. فاهمين علي؟ تمام دكتور. أو خلص أنا بحاول إني أعيد الجايد لاين اللي يكون كومبريهنسيف، كيف لما يجينا سؤال how to manage سواء بوجود الهايبرتنشن أو بوجود الكوموربيد ديزيزز. فمثلا باجي بقول لك قراءة البلاد بريشر كذا، بيشنت عنده هايبرتنشن وديابيتس، كيف بدكم how to manage this case وشو الدواء اللي لازم أعطيه؟ ما تقول لي one oral، شو هو الايجنت اللي لازم أعطيه بناء على فهمنا لمحاضرة اليوم. يعني احنا فهمنا من محاضرة اليوم شو الانيشيال ثيرابي لكل كيس. مزبوط مزبوط. طب هلا هذا الحكي مش لازم to be integrated على الجايد لاين، مش لازم ارجع ابنيه على الجايد لاين نفسها. فبدنا نرجع نعيد الجايد لاينز again بوجود الكوموربيد او حتى بوجود الهايبرتنشن لحاله. هيك بنكون خلصنا الجايد لاينز definitely. بعد هيك بنروح على الميديكيشنز، كل جروب لحاله بنحكي عنه. بعد هيك بنروح على الشباتر الثانية اللي هو بنبلش هارت فيلر شابتر لحال، الاسكيميك هارت ديزيز شابتر لحال، السي كي دي رح نحكيه بلكتشر أو نص لكتشر بس بدون شابتر ما يكون لحاله. تفهمين شو؟ and so on. فالمعلومات اللي أخذناها اليوم لازم نطبقها على الجايد لاينز next lecture. اوكي okay؟
إن شاء الله. دكتور بس دكتور بصير أسأل سؤال. تفضلي. دكتور هسه مريض عنده ارتفاع بالدهنيات تمام؟ وبعد فترة طبعا هو ملتزم على الدواء على دواء ستاتن، فبعد فترة صار عنده ارتفاع بالسكر التراكمي فجأة. يس يس. فهسه ملتزم هو بأخذ شو اسمه دواء للسكريات للسكري يا ربي ودواء للدهنيات. مشاكل الستاتنز ليفر ديسفانكشن والمايوباثي وذي مايت انديوز بصراحة دي ام الهايبرغلايسيميا. طيب طيب هسه ما دام مستمر على الأدوية متى ممكن انه يرجع السكر التراكمي طبيعي؟ لانه فجأة ارتفع للهدف. هلا هو دياجنوز انه ديابيتك ولا شو؟ لا لا بس عنده هايبر ليبيديميا. هلا ما دام البيشنت مضطر انه ياخذ الستاتين بده يضل ماشي على الستاتين. تمام اوكي، لكن هو بده يضل مضطر انه ياخذ انتي ديابيتك زي الميتفورمين تحديدا اعتقد. بالضبط اه، يعطوهم ميتفورمين لحتى التراكم ينزل كانه عن 7 او 6 ونص بالضبط ال HbA1c. بده لايف ستايل صراحه كمان، ولايف ستايل تمام عنده. طيب بده شويه لحتى ينزل ال HbA1c، بس مش سهل الموضوع لانه هو ماشي لساته على الستاتين. ديكريز دي الدوز لا لا 58 بس. وليش ماشي على الستاتين اصلا؟ لانه شو اسمه من قبل ما يكون ارتفاع عنده بالسكري كان في عنده ارتفاع بالدهنيات. كم ال دي ال عنده؟ كانه 900. ايش 900 ال دي ال مش الترايجليسرايد؟ اه والله ما بعرف هذاك ال 900 بجزء ترايجليسرايد اللي بتحكي عنه. اه ممكن صح ترايجليسرايد صح. واو، هو الترايجليسرايد مربوط باللايف ستايل اكثر من ال دي ال، ديري بالك. يعني الترايجليسرايد عاده بيرتفع من الدايت واللاك وفيزيكال اكتيفيتي، وهي الاوبيزيتي هذا مربوط على فكره بالترايجليسرايد اكثر، عشان هيك الترايجليسرايد بيكون اعلى عند مرضى السكري مثلا. طب دكتور إله دخل بالترايجليسرايد بالفاميلي هيستوري صح؟ طبعا هو اوبيز البيرسون. لا لا، وحتى الفيزيكال اكتيفيتي كثير كويسة كل شيء تمام، بس انه فجأة ارتفع السكري. هو هلا بما انه الترايجليسرايد اصلا عنده عالي معناته عنده قابلية انه البلد جلوكوز يكون عالي. بس هدول الاثنين مربوطين بصراحة باللايف ستايل، مربوطين بالفاميلي هيستوري، بالاضافة للإفكت تبع الستاتين. بس هو مش ال دي ال الترايجليسرايد اللي عنده باي ذا واي. صح انا خربطت. وبعدين ال دي ال ستاتين ما بينزل ال دي ال ترى زي الفايبريتس مثلا. مش معطينه فايبريتس ما بعرف، اعطوه بس شو اسمه اللولب تمام، واعطوه بس الجلوكوفيج 850. اللولب شو هو هذا يلي هو شو اسمه دواء دهنيات بس ستاتين؟ واحد من الستاتينز، واحد من الستاتين. هل ال دي ال معناته بكون اليفيتد كمان عنده؟ طيب شوف الكيس ديتيلز وبعتي لي اياها، ما عندي مشكله. لا اللولب عفوا دكتور شو اسمه الريمي فايبرزول فايبريت. طيب هيو فايبريت، قلت لك فايبريت هو الاحسن للترايجليسرايد. يعني لما يكون ترايجليسرايد لما تكون اقل من 500 ما بنعطي اولويه بالعلاج. هلا هو نورمال لازم يكون اقل من 150 تمام ترايجليسرايد، بس امتى انا اي كونسيدر ميديكيشن ثيرابي للترايجليسرايد؟ لما بصير 500 او اعلى. ومن جديد اعطوها شو اسمه هلا كونه الترايجليسرايد صار 500 او اعلى بده معناته فايبريت، وممكن على الفايبريت واللايف ستايل ما يتحسن، فممكن يضطر يعطوه مع الستاتين. اعطوه ستاتين امبارح. بس انا بصراحه بتوقع الموضوع كله ممكن مشكله دايت كنترول، ما بعرف. ممكن مثلا طبيعه الاكل او الفاميلي هيستوري. الهيستوري صح، الفاميلي هيستوري طبعا له دور طبعا. تمام. اهم شيء يعمل ويت، اهم شيء ويت كنترول، والكنترول والدايت كنترول والفيزيكال اكتيفيتي هذول اهم شيء بصراحه بالتريتمنت عنده. خلاص تمام او عنده سلامتها. الله يسلمك دكتور.
ماشي، حدا عنده سؤال؟ طب سؤال، المحاضرة واضحة مفهومة؟ جدا واضحة الحمد لله. هلا حتكون واضحة معكم أكثر حبيبي، حتكون واضحة معكم أكثر لما نيجي نحكي عن الميديكيشنز، هذا المثل ايس انهيبيترز، حتلاقوا هاي الديتيلز موجودة. فبتصير انت كونتر انديكيتد في البايلاترال رينال ارتري ستينوسيس، مكتوبة هاي الجملة، طب بس خلص احفظها ولا صرنا فاهمين ليش كونتر انديكيتد في البايلاترال؟ هلا صرنا عارفين ليش كونتر انديكيتد. كل اللي انشرح هذا راح ينشرح بالديتيلز، سواء كميديكيشنز او ككومبيلينج ديزيزز، كل واحد لحاله ما تشيله هم، بس بدنا نربط هاي المعلومات الاهم هلا بالشابتر هذا بالجايد لاين اللي هو تبع. على فكره خلص الهايبرتنشن، خلص الشابتر عند السلايد كانه 60 او 65. هلا هذا كل اللي ورا ما قلنا فيه، هذا قديم على فكره. تمام دكتور، بعد اذنك سؤال. بدنا نربط الموضوع بليز بالجايد لاينز نيكست ليكتشر، تفضل. دكتور بالنسبة للبلاك بيبول، هم مقصود فيهم الأمريكان أو النيجيريين ولا مثلا في بعض؟ هلا عندك الأفريكان أمريكان، أكثر إشي الأفريكان أمريكان، هذول الموست كومن أكثر ناس. حتى طيب سؤال ثاني كمان بعد. تفضل. إحنا حكينا إنه ستيج 1 إذا فيش، خليه بس يكمل زميلك. تفضل دكتور، حكينا ستيج 1 اذا فيش كوموربيد بنعمل 10 years ASCVD صح؟ نعم. بس لما تيجي تعمل ASCVD بيسالك عن السكري، انه معك سكري او معكش سكري. فاذا حكينا نعم احنا هيك مش لازم نستخدم ASCVD ونشتغل على انه عنده كوموربيد، بالتالي وان درج في رأي صح ولا كيف؟ You have diabetes. بالضبط، يعني هو بيسالك لما تعمل ASCVD بيسألك مع سكري أو لا، فإذا أنت حكيت نعم يعني أنت خلص بس داعي للSCVD صح؟ للSCVD بدك تتعامل على أساس إنه عنده comorbid disease. يعني ليش حاطينه ممكن... أنا بحكي لك ليش، لأنه أنت هون حتى ممكن إنك تعطيه single therapy على فكرة في الديابيتس، مش زي مثلا يكون معه أنجينا أو heart failure أو chronic kidney disease. يعني اسمعني، لما يكون عندك هايبرتنشن مع دي ام كانه بس عنده هايبرتنشن من ناحيه ثيرابي، من ناحيه ميديكيشن للانتي هايبرتنسيف ايجنتس. بس انت فاهم شو ولا فهمت عليك؟ انه يعني الدي ام نعتبره على انه عنده هايبرتنشن نفس الدواء، يعني كانه ريسك فاكتور مش كوموربيد، يعني بلاش نسميه كوموربيد كونديشن، يعتبر زي ريسك فاكتور باختصار. تمام. يعني زي الثري هايبرز هذول بيجوا بلاين واحد، هايبرتنشن، هايبرليبيديميا، هايبرغلايسيميا، هذول بيجوا لاين واحد. تمام، هذول الثلاث هم اللي بيعملوا الأورجن دامجز، هاي المصايب كلها والأشياء اللي بتصير. فأنت خلص بتعتبره وكأنه يعني كأنك تعامل مع واحد عنده بس هايبرتنشن، لكن الديابيتس هو اللي راح يحكمك بالسيلكشن أكثر، بالذات إذا في بروتين يوريا أو ألبي من يوريا بدك تعطي إس أو إيه آر بي. إذا ما في بروتين يوريا ولا ألبي من يوريا تقدر تختار اي حدا بدك اياه، ما في مشكله، كانه عنده بس هايبرتنشن. تمام ماشي يا زيد. ماشي، شكرا لك. دكتور انا كنت بس بدي اسال، كنت بس بدي اسال انه بالشابتر بسلايدات الهايبرتنشن اي سلايد صرنا؟ انه الرقم بس مش واضح عندي بال ايش هو؟ 41 زين. تمام، يسلم. العفو. سلايد 41. وينه؟ لا دكتور، ما بيكون مبين عندكم، مبين عندي لأني أنا عامل شير. شو عن إيش بحكي؟ لا هي بتحكي إنه إحنا عند أي سلايد إيش رقمه؟ إنه سلايدات. الكومبيلينج إنديكيشن. تمام. هلا أغلب البيان. بيان. نعم دكتور. امشي بالسلايدز بليز، امشي كملي. يلا طلع هون بحكي لك هايبرتنشن بيشن وذ كوموربيديتي، وانه الكوموربيديتي بتحكمنا وانه التارجت اقل من 130 على 80. طلعوا الديابيتس اند هايبرتنشن، هاي التشويسز. اوكي كملي عشان ما نطول عليكم كمان. هلا هون اسكيميك هارت ديزيز، كملي. هاي مع وجود الميكارد الفارشن
هلا هون هاي الديتيلز اللي شرحناها اليوم على فكرة، بس باستثناء الام اي يمكن ما حكينا عنه كثير، ذكروني مرة يعني او ليتر احكي عنه، مش يعني لو بريفلي انه مش راح تاخذوا الديتيلز. كملي كمان في عندك هارت فيلير كانه. ايوه بين دكتور. هارت فيلير، هارت فيلير with reduced ejection fraction هذا اللي هو systolic heart failure، preserved هذا اللي هو diastolic heart failure. كملي يعني هذول اللي هات كل قطعنا يعني ما زينب هات كل كام الدكتور next لو انا بالضبط جماعه سامعيني هلا نسوكم منهم هدول السلايدز، مش مشكلة برجع بعيدهم معكم، ذكروني أعيد معكم هدول السلايدز ماشي؟ تمام مش مشكلة ليتر بعيدهم أنا بال شو اسمه، بس next time حنبلش إحنا نحكي عن الجايدلاينز ونربطها بموضوع مين؟ الكومبيلينج إنديكيشنز. فخلال الشرح برضو رح أعيد بعض الأشياء اللي حكيتها اليوم كمان ماشي؟ تمام ماشي. إيه بيان نيكست ليكتشر حيكون معانا دكتور لجنة، حيكونوا هدول بيدخلوا بالمحاضرات كل مرة بالسنة بيدخلوا بمحاضرة أو شيء زي هيك. عارفش إذا صار معكم حدا دخل على محاضرات قبل هيك ولا لا من الدكاترة؟ كأنه بالميدو مرة دخل معنا دكتور. شو هذا الميدو ميديسينال قصدي؟ الميديسينال دكتور يا حبيبي اختصارات الميديسينال مسمينها ميدو يا حبيبي، الميديسينال ما هي تقطيع مادة صعبة مسمينها ميدو، منخفف على حالنا دكتور. الله يعطيكم العافية. شو بدكم تسموها؟ سموها سوسو بعدين والله ما داري. طيب او توتو. دكتور عمل ستوب ريكوردينج ان شاء الله كله هاد ريكورد. الله يعطيكم العافيه.